افخر ان كابتن طارق حامد ترشح لهذه الجائزه، وانه هو لو فاز بيها هيكون انجاز غير مسبوق في تاريخ نادي الزمالك، اللي يخلو من الانجازات الفرديه للاعبيه، مش لاعبين كانوا محترفين في اي مكان، اللاعبين المنتمين للزمالك يخلو تاريخه من التتويج بجوائز فرديه ليهم. خليني اقطعك بس في نقطه، الكاف احنا عندنا جائزه ملهاش مصدر او مصدرها اللاعب نفسه، هو الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف. هو اللي قال ان انا في 2002 حصلت على افضل لاعب داخل القاره. طبعا 2002 دي اخر بطوله افريقيه ابطال دوري خدها الزمالك، وبالمناسبه كان الكابتن خالد غندور هو حامل، هو اللي شال الكاس. لكن ده التصريح، دورنا على اي توثيق للمعلومه، احنا ما قدرناش نوصل. حتى وصلنا ان رئيس نادي الزمالك الاسبق الدكتور كمال درويش قال ان وليد صلاح عبد اللطيف رفض يستلم الجائزه، عشان نكون منصفين. بس هي غير مؤيده باي سند، ولكن اذا كان الانجاز اللي لو حققه كابتن طارق حامد هيكون انجاز فردي غير مسبوق في تاريخ النادي، النادي الاهلي لديه ما يزهو به بخلاف اي نادي تاني في افريقيا، بخلاف اي نادي تاني في افريقيا بمسافات شاسعه. عندنا مانويل جوزيه جائزه مدرب العام في 2006، عندنا النادي الاهلي افضل نادي افريقي 2005 2006 2008 2012 2013، حتى جائزه بقى افضل لاعب افريقي داخل القاره. ده مش ترشيح، ده حصول على الجائزه. ده حصول على الجائزه، يعني نال شرف الفوز بالجائزه. كابتن محمد ابو تريكه لوحده اربع مرات، 2006 2008 2012 2013، كابتن محمد بركات 2005، كابتن احمد حسن 2010، وجائزه افضل حارس. بس النقطه عشان نقف عند الرقم القياسي لكابتن محمد ابو تريكه، أربع مرات مفيش لاعب في أفريقيا محليا حصل على اللقب ده أربع مرات، ده الأهم. في 2013 النادي كابتن محمد تركي حقق اللقب ده وهو بيبطل كورة، في الإعلام اللي كان من 2008 بيطالبوا بالاعتزال، يعني تقريبا بعد خمس سنين من مطالبة كابتن محمد أبو تريكة بالاعتزال حققها مرتين الكابتن محمد أبو تريكة. كابتن عصام الحضري 2001 2006 2007 2008 أفضل حارس في أفريقيا، بقى النادي الأهلي، النادي الاهلي هيحس او المنتمين ليه هيشعروا بالغيره تجاه اي لاعب عشان يترشح لجائزه افريقيه؟ اعتقد الموضوع صعب جدا. جائزه افضل جمهور النادي الاهلي، جمهور 2008 لاعبوا النادي الاهلي تقدر تستعرضه يا احمد في تشكيل العام. تشكيل العام طبعا عندنا كان محمد بركات في سنه 2005، عندنا ثلاث لاعبين في سنه 2006، عصام الحضري، وائل جمعه، محمد ابو تريكه. في 2008 وائل جمعه، محمد ابو تريكه. في 2009 الكابتن وائل جمعه، في 2010 كابتن وائل جمعه وكابتن احمد حسن. رموز والله، والله الواحد هو بيسرد التاريخ، لعيبه صنعت التاريخ. احنا في حضره التاريخ للنادي الاهلي، حتى ابو تريكه جائزه افضل لاعب في افريقيا 2008، ودي افضل لاعب على مستوى القاره تاني وليس محليا. تاني افضل لاعب، كان من وجهه نظري هو الاحق، لكن هو ظلم. وحتى حديث كتير جدا من اللاعبين الكبار في افريقيا ان هو ظلم. جائزه بعد ايه ده بيور الفرنس فوتبول، كابتن محمود الخطيب طبعا 83 افضل لاعب في افريقيا بقى على مستوى القاره مش محليا 83، وانجاز ولم يكرره اي لاعب الى ان جاء كابتن محمد صلاح طبعاً. وخد اللقب. طبعا الصوره دي الكاف اعلن عن افضل 20 لاعب في تاريخ افريقيا، كان كام لاعب منهم من النادي الاهلي احمد؟ لا انا عايز بس اوضح نقطه مهمه جدا، لان طبعا ال 20 دولت هم اتاخدوا عن طريق التصويت في 2007، لكن وطلع اربع لاعبين من النادي الاهلي، طبعا كابتن محمود الخطيب، وكان بعد روجي ميل على طول، وكابتن حسام حسن كان في المرتبه الثالثه برضه بعد الكابتن محمود الخطيب، وكان عندنا الكابتن صالح سليم في رقم 13، كابتن هاني رمزي رقم 19. اربع لاعبين من النادي الاهلي مقابل لاعب من نادي الزمالك والكابتن حسن شحاته في المركز 20. هنا بقى حابب اوضح نقطه، البعض هيقول ده استفتاء، وان كان يعني الاستفتاء دايما بيعكس شعبيه النادي، فالاستفتاء وعدد بيقول بالظبط، بيقول ان اربع لاعبين من النادي الاهلي في ال20 مقابل لاعب واحد من نادي الزمالك بنكن له كل تقدير واحترام هو الكابتن حسن شحاته. ولو هي قصه استفتاء فده بيدل على مدى شعبيه النادي الاهلي قولا وفعلا وعملا وقولا واحدا. اما لو